الاهداف اللي كتطمح لهم الفضاء اللي كتخدم عليهم هذه السنوات في البيئه وفي تشغيل الطاقه اللي كيخص الساكنه فيما يخص التوجيه الساكنه من حيث تشغيل الطاقه والبيئه بصفه عامه. احنا اليوم نايب التشغيل هذا خدينا واحد الاراءات واحد الاهداف بيناتنا مع الاخوان ديال الجمعيات الاخرى باش نخرجوا بواحد الخلاصه اللي هي جاده وهادفه في ترشيد الطاقه باش حنا نوصلوا هاد الاشياء هادي للساكنه ديالنا، وخصوصا اننا الفضاء كنطمحوا وسنوات وحنايا كنلعبوا على واحد الجانب التوعوي التحسيسي في ترشيد الطاقه والبيئه في مدينه السنه بالخصوص. لان كنعرفوا حي السيد المنزلي هو كيعتبر واحد النقطه سوداء في النظريه نتاع الاخوان الاخرين، ولكن حنا كنقولوا باننا مدينه السنه فيها اخوان طامحين عندهم واحد الحس جمعوي والترشيد ديال الاخوان ان شاء الله الغد افضل ان شاء الله. ولنا الشكر الجزيل للاخوان هادو على التكوين هذا اللي خدينا فيه بزاف ديال الاشياء، كيفاش نتعاملوا مع الكهرباء، شنو من الاشياء اللي كيخليونا، لان كنا عندنا واحد النقطه واخدين السلبيه على الكهرباء على اننا الفاتوره كتجي غاليه، شنو هما السبب اللي تيخلي الفاتوره تاع الكهرباء تكون مرتفعه. هاد الاشياء من بين الاشياء هادي اللي استفدنا اللي خصنا حنايا بدورنا كمجتمع مدني نخصوا هاد الساكنه ديالنا باش نكونوا قمنا بواحد الدور ديالنا علاش حنايا هنايا في التكوين هذا.